الأستاذ هيثم البدويهي المسؤول عن تصميم بوابة التعقيم في معهد الأورام بجامعة المنصورة. طيب دي مكوناتها إيه وإيه الدور اللي بتعمله بالضبط لدى الداخل إلى معهد الأورام؟ هي دي مكوناتها هي البوابة طبعاً المكونات كلها مكونات مصرية موجودة بالفعل عشان خاطر طبعاً حضرتك عارف إن الاستيراد واقف والكلام ده كله، فالمكونات دي كلها موجودة في مصر نقدر إن إحنا نشتغل عليها. الدور اللي بتقوم بيه البوابة إن هي بتقدر إن البوابة دورها إن هي بتعقم الشخص اللي داخل خارجياً طبعاً لأن الـ الأماكن زي المستشفيات والحاجات دي كلها، فبيبقى إحنا محتاجين إن الشخص وهو داخل المكان يبقى تعقيم كامل من أول راسه لتحت لحد رجليه تحت الشوز. إيه الماتيريال بقى اللي بتترش، الخامة اللي اتصنعت منها البوابة نفسها؟ البوابة شاسيه حديد تمام، هي الأساس فيها شاسيه حديد ده الأساس تمام، بالإضافة طبعا لحاجات اللي موجودة الغلاف اللي موجود عليها برا ده بيختلف من مكان لمكان حسب المكان اللي موجود فيه اللي احنا نحط فيه البوابة، بلس كمان موجود فيه سنسور تمام، فوتوسيل موجود للحركة اللي موجودة، بلس المضخات والحاجة اللي موجودة فيها ان احنا نقدر نوصل الماتيريال اللي موجودة تمام الى الشكل اللي احنا هنشوفه مع حضرتك كمان. فيها قياس حرارة؟ لا احنا قياس الحرارة ما مش مستخدم في الفيرجن ده، بس في فيرجنات تانية فيها استخدام حرارة قياس حرارة. امتى بدأتوا تستخدموها؟ احنا بدأنا نستخدم الـ يعني اول حاجة بدأنا نستخدمها كان في نص فبراير تمام، وبدأنا بعد كده المستشفيات نشوف اللي محتاج او الاحتياجات اللي موجودة المستشفيات بعد كده. الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة. دكتور عطية، أنتم قدمتم ابتكارا يتعلق بجهاز التنفس الاصطناعي، إذا كان من الممكن أن تصف لنا هذا الابتكار وهل هو الآن يمكن أن يدخل الخدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشأن تصدي لانتشار فيروس كورونا؟ الفكرة جت من يعني جهاز التنفس الصناعي، نقدر نقسم الاوتبوت بتاعه او الحجم الخارج منه على اكتر من دايره بحيث ان هو يتم مساعده اكتر من مريض بنفس جهاز التنفس الصناعي. ردا على سؤال حضرتك، اذا ما كان جاهز للتنفيذ، هو احنا التصميم بتاعنا في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم تنفيذها بالفعل وهي جاهزة للتنفيذ، وإن كان يعني ليها بعض الليميتيشنز في استخدامها، إنه لابد إن المريضين اللي بيتوصلوا على نفس الجهاز يكونوا من نفس الوزن من نفس الاحتياج التنفسي، وده يمكن زي ما زملائي أساتذة التخصص يعلموا إنه من الصعب توفره، ولذلك عندنا تعديلين على المبدأ البسيط ده. تعديل منهم بيتحكم في كمية الهواء الداخل لكل مريض، وأنه مش بالضرورة يكون متماثل في كل الدوائر. والتعديل الآخر بيشمل أن أنا أراقب الضغط الداخل لكل مريض بحيث أن أنا أتأكد أنه هو ضغط آمن، والحجم اللي واصل لكل مريض بحيث أن أنا أتأكد أنه هذا الحجم الفعال اللي هذا المريض بشدة إصابته محتاجه. يعني قدمتم ابتكارا قد يحل المشكلة لكنه يعني يحتاج إلى تطوير حتى يتمكن من تقديم الخدمة. حقيقي هو يقدم الخدمة في صورتها البسيطة جدا في وضعه الحالي، ولكن لزيادة درجة الفعالية والأمان هو يحتاج إلى بعض التعديلات. اهلا بيكم في الكليه، هي كليتكم ومكانكم. طبعا انتوا عارفين ان انتوا بتتدربوا هنا ضمن خطه تدريبيه وضعها الجامعه، دي خطه استباقيه لما يعني لسيناريو ممكن يحصل، احنا مش عارفين بكره بيحصل فيه ايه. انتوا عارفين احنا طبعا بنتابع الاحداث يوم بيوم، وده البروجرام اللي موجود على مستوى الدوله والوزارات المختلفه.
هدف خطة التدريب دي إن إحنا نعمل رفع لمهارات هيئة التمريض على إجراءات مكافحة العدوى واستقبال الحالات إزاي، وإزاي نحمي نفسنا، وإزاي نحمي الفريق الطبي اللي موجود، وإزاي إن إحنا نقلل التعامل بحيث إن إحنا نبقى إحنا نفسنا مصدر لنقل العدوى، وإزاي نتعامل مع الحالات المشتبه فيها، وإزاي نتعامل مع الحالات المصابة. ان شاء الله في السيشن ديت هنتعلم ازاي نركب اللارينجيال ماسك اير واي. اللارينجيال ماسك اير واي ده بيفيدنا في حالات الامرجنسي. انا مش هنقدر نعلمكم جميعا ازاي نركب الاندوتراكيال تيوب لان دي محتاجه ليرنينج كيرف طويل، انما اللارينجيال ماسك ممكن نتعلمه بسرعه بمجرد ان انتوا هتتعلموا النهارده ازاي نركبه، هتعرفوا ازاي تركبوه. الحقيقه التريننج ده كانت فكره رائده من اداره الجامعه الحكيمه، يعني ان احنا نبقى ريدي في حاله احتياجنا لاعداد كبيره من الاطباء الغير متخصصين في الاي سي يو. فبدأنا نجمع من كل قسم ليس له علاقة بالآي سي يو، يعني طب جراحة العيون، طب جراحة العظام، الأطفال، وإحنا بدأنا من 28 مارس لغاية تاريخه دربنا 140 عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة أو كمان اللي بيسجل من الصحة. يعني كان لسه من كام يوم كان في مجموعة جميلة جدا موجودة مسجلة عندنا في إحنا الأقسام، كان منهم وافدين ومنهم طلبة زمالة وطلبة مسجلين من وزارة الصحة والأطباء المقيمين. على المهارات البدايات التعامل في العناية المركزة، هي الفكرة ممتازة جدا، حتى الغير متخصصين رجعوا قالوا احنا اللي كان لازم نتعلم ده من زمان، حتى بغض النظر عن الكورونا احنا ممكن نحتاج نتواجد في العناية المركزة ومش عارفين يعني نبقى ملبوخين مش قادرين ناخد قرار بالظبط، لكن هي تكنيك بسيط زي ما بيقولوا اي بي سي دي في الاي سي يو، بالإضافة انهم كمان بيتعلموا تركيبة الاي في لاين وحقنة العضل تذكرة لهم كمان. فالحقيقة انا شايف الفيدباك اكتر من رائع والتكالب عليها، احنا يعني بادئين من 28 لغايه دلوقتي ب 140 وتوقعنا ان احنا هننتهي، لا اللي اتدرب بيروح يقول لزميله الاقسام بتزيد بتتسع حتى، يعني حاجه كويسه. كان في تدريب الامتياز على مدار برضو اسبوع و10 ايام تقريبا، كان في معايير كتيره بيتعلموا بيها في الباطنه العامه والامراض المتوطنه ومكافحه العدوى والرعايه المركزه. فبقى عندنا يعني جيش ابتداء من الطبيب الامتياز للاطباء المقيمين للمدرسين المساعدين. في اساتذه راغبين انهم يخشوا في التريننج على فكره. اصل الحريه جهاد وعمل والحر يحقق كل امل، اصل الحريه جهاد وعمل والحر يحقق